طيب انا اتكلمت على استعدادات النادي الاهلي لمباراه سان داونز، واتكلمت على مواعيد المباريات المختلفه للنادي الاهلي في شهر مارس. انا عايز اتكلم على تقرير مهم جدا لجازيتا ديلو سبورت، صحيفه ايطاليه طبعا معروفه، واللي بتتكلم على النادي الاهلي وبتقول ان النادي الاهلي بيواصل انتصاراته ومحدش قادر يوقفه في بطوله الدوري يعني. وبيتكلموا على ان انسوا بقى موضوع ليفربول، هو العنوان بتاعهم انسى ليفربول خالص، نادي القرن في افريقيا يطيح بالجميع في الدوري. بيتكلموا على ارقام النادي الاهلي، يعني انه حقق 16 انتصار متتالي في بطوله الدوري، ده اللي فشل فيه ليفربول مع بدايه بطوله الدوري الانجليزي، وصل 8 انتصارات متتاليه وبعد كده تعادل مع مانشستر يونايتد في الاسبوع التاسع، وبعد كده واصل انتصاراته بشكل طبيعي 18 تقريبا انتصار متتالي ليفربول. لكن بيقول لك الاهلي ارقامه كلها رائعه وافضل ارقام هذا الموسم في كل دوريات العالم، ومن حيث كمان الانتصارات المتتاليه لما تبقى صحيفه وجريده كبيره ومعروفه جدا زي جازيتا ديلو سبورت الايطاليه تتكلم عن النادي الاهلي نادي القرن، فده امر مهم جدا ومميز، ولازم ان احنا نرصد هذه التقارير يعني. تطرقوا كمان للارقام، قال لك ان ليفربول حقق 26 فوز من 27 مباراه وسجل 64 هدف وتلقى 17 هدف، ويتربع على قمة جدول البريمير ليج بفارق 22 نقطة عن صاحب المركز الثاني. لا يزال لم يصل إلى ما يقدمه الأهلي. وجاء رد عملاق إفريقيا على ليفربول بالتربع على قمة الدوري المصري بالعلامة الكاملة 16 فوز من 16 جولة و46 هدف ليه، واستقبل بس 3 أهداف بفارق 17 نقطة عن منافسه فريق الزمالك، بس بالمناسبة يعني هنا الزمالك المركز الثالث مش الثاني بخلاف النقاط اللي هتخصم المفروض من نادي الزمالك كمان مع نهاية الموسم. فده تقرير مهم جدا برضو حبينا ان احنا نوضحه لحضراتكم ونظهره الصورة يعني بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي.